نتوجه لأحد الطالبات المميزات جدا بإشراف أيضا أنستا، رح نكون بوقفة خاصة معها. فالتفوق والتميز والريادة العلمية رغم الصعوبات، بقيت بوصلة العمل في المؤسسات التعليمية رغم التحديات التي شهدتها العديد من المناطق التي واجهت الإرهاب، إلا أن جهود كوادر التعليمية بقيت مستمرة لبناء جيل متميز متفوق ورياضي أيضا في مجالات كثيرة. اليوم رح نتعرف على نموذج ريادي مميز جدا مثل ما قلنا مع الأنسة نهلة رجب، والطالبة المتميزة في مجال الفصاحة أيضا مودة الزريع من الرواد في مجال الفصاحة والخطابة. يسعد صباحك أنسة، أهلا وسهلا فيكي، نعاد عليك بكل خير. أنت بخير يا رب. مودة صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكي استاذه نهلا، واهلا وسهلا فيكي موده. صباح الخير. صباح الخير. كل سنه وانتي سالمه بدايه. انتي سالمه يا رب، يعطيكم العافيه. خلينا نبلش مع حضرتك استاذه نهلا. يعني طبعا نحن اليوم التعليمي اختلف كثير عن سابقا بسبب كثير ظروف عاشوها اطفالنا. خلينا نحكي اليوم عن اليوم التعليمي وكيف عم تتعاملوا مع الاطفال. أكيد نحن يومياً عم نكون متواجدين صباحاً بكل نشاط يعني وعطاء أمام التلميذات وحتى نلبي الشغف الموجود عندهم بالعلم. أكيد هلأ عنا مودة اللي هي يمكن نموذج متميز، واليوم أدي حلو التميز بهي الظروف الصعبة. اليوم كنا قبل شو عم نحكي عن إعادة التأهيل المدارس وعودة العملية التعليمية، هلأ عم نحكي عن تميز، ما بقى نحن عم نحكي بس عن مجرد عودة العملية التعليمية. نبلش مع مودة، يلي كيف أول شيء اكتشفتوا هي الموهبة وقدرتوا تدعموها؟ هلا التميز بيظهر بعدة جوانب بشخصية الطالب، مثلا مثل قوة الشخصية، الفهم والتحليل السريع للمعلومة، الإبداع والفصاحة خاصة تظهر بالضبط السريع للكلمات. هذا كله عند مودة أكيد موجودين، حتى إخراج مثلا الحروف بمخارجها الصحيح. حلو. فهي تميزت وكانت رائدة على مستوى الوحدة بمجال الفصاحة والخطابة. أكيد مودة، يعني أنت الرائدة مثل ما قالت الأستاذة على مستوى الوحدة اللي نحن موجودين فيها بالفصاحة والخطابة. خلينا نسمع منك شيء، شو بدك تسمعين؟ الوطن. يلا. حلق بجوك واخفق أيها العلم، فالأفق طلق ووجه الدهر يبتسم. قل للطواغيت داهيها وأحمقها، ما عاش من راح بعد اليوم يظلم. مجد العروبة ما أغفت نواظره عن الحياة ولم يلمم به الهرم. للضيم في كل نفس حلها ألم، واليوم زحزح عن أرباعنا الألم. شكرا مودة. عادي خلينا نحكي معك وتخبرينا مين دعمك، مين شجعك لحتى فتي بمجال الفصاحة والخطابة، وأهلك شو رأيهم باللي عم بتقدمي؟ شجعتني مديرتي أنسة اسمي حمنداش وأنستي نهلة رجب وأهلك كمان دعموني وشجعوني ويعني قالوا لي شو ما بدي. برافو عليكي. واكيد يعني مودة هي بنت من كثير من البنات الموجودين بالمدرسة اللي عم تشتغلوا عليهم بمجالات متعددة، الرسم، الفصاحة وغيرها. خلينا نحكي عن المجالات والمواهب اللي موجودة عند الأطفال بالمدرسة. عندنا كثير مواهب مثل ما حكيتي، الرسم، الحفر والطباعة، الزخرفة والفصاحة والخطابة. عندنا عدة كمان تلميذات متميزين، دائما نحن عم نشجعهم ونكلفهم بمهمات داخل المدرسة حتى يتشجعوا أكثر، إلقاء خطب وأشعار في الاحتفالات المدرسية، وعم يتم ترشيح أسمائهم للمدرسة التطبيقية للمناشط الثقافية. تمام. مودة اليوم كيف بتحكي مع رفقاتك؟ كيف بتشجعيهم يلي عندهم مواهب معينة سواء مثلك بالفصاحة والخطابة أو حتى عندهم مواهب تانية مثل الرسم وغيره؟ أنا بشجعهم بقول لهم من تجربتك يلي قد أنت اليوم كنتي قوية شخصية ووقفتي وألقيتي علينا هي القصيدة، شو بتقولي لهم لرفقاتك؟ بقول لهم يتشجعوا ويهتموا بموادهم ويصيروا يعني يتشجعوا، انا بشجعهم اكثر وبدربهم. بتحبي المدرسه مودة؟ كثير. شو بتحسي انت جايه على المدرسه وجايه لحتى تدرسي وبنفس الوقت يمكن تنمي هي الموهبه الفصاحه والخطابه؟ هيك بحس بالحب والاعتزاز والافتخار. مودة انت اي صف؟ خامس.
الصف الخامس. استاذه نهلا خلينا نبلش نحكي، امتى بلشتوا معهم تقريبا؟ خصوصا في منهم كان موجود هون، طبعا كان ظروف قاسيه عليهم للطلاب اللي بقيوا ضمن طبعا تواجد المجموعات الارهابيه، في منهم كانوا نازحين برا بمدارس برا وردوا رجعوا هلا مع اهاليهم على بيوتهم ومدارسهم. كيف شفتي، خلينا نحكي عن التجارب اللي لمستيها عن قرب مع طبعا البنات بالمدرسه، بين اللي كان برا وبين اللي كان موجود اصلا هون؟ نحن هون جميعا الكادر التعليمي كله عم يكون ايد واحده وعم تناقش دائما بامور الطلاب. فمن السنه الماضيه الانسه الرابع الانسه منى رجب اكتشفت هي الموهبه الموجوده عند مودة، وحاولنا كلياتنا جاهدين يعني لتميزها ووصولها لمرحله الرواد. يعني كلنا ايد واحده نتعامل معهم بحب، نحاول نطبق المناهج يعني تطبيق عملي وربطه بالحياة حتى يكونوا قادرين يعني يتخطوا وينسوا كل الصعوبات اللي هن يعني مروا فيها. اليوم قد ايه بتشوفي استاذة انه اليوم يمكن التعامل مع الطلاب والطالبات بيحتاج يمكن لمجهود اضافي، بيحتاج لرعاية الناحية النفسية للطلاب، خاصة انه مرقوا بظروف كثير صعبة واهاليهم بنفس الوقت، فقد ايه بتشوفي اليوم مسؤولية مضاعفة على الاستاذ؟ اكيد هي مسؤولية كبيرة، بس يعني نحن عم نقدر نتخطاها بدعم من إدارة المدرسة. مديرة المدرسة يعني هي نموذج مثالي رائع، بتتواجد دائما صباحا اول شخص بالمدرسه بيكون بتعطينا هذا الدعم، لانه حتى نحن نحسن نكون واقفين امام التلميذات ونساعدهم على نسيان كل اللي مروا فيه. استاذه نهله، يعني المعلم هو ايضا بالنهايه صاحب تجربه، اكيد كمان هي التجربه القاسيه اللي مرت فيها الغوطه الشرقيه مرت على حضرتك، وين كنتي خلال تواجد مجموعات الارهابيه؟ كنتي بهالمدرسه ولا كنتي بمدرسه ثانيه؟ كمان تجربتك التعليميه قد ايه حسيتي بفرق؟ نحن انا بس السنوات الماضيه كنت بدرس بهي المدرسه، مدرسه الشهيد فاروق رجب، ما تركناها ابدا، حتى يعني اغلب المدرسات الموجودين هن كانوا بالازمه وكلهم رجعوا حتى نكمل التعليم ونفس الطلاب اللي هن عاشوا فيه. نعم، اكيد نشكرك كل الشكر استاذه نهله، واكيد نشكر مودة الطفله الجميله ذات الشخصيه القويه، بدنا نشكر اهلك قد ايه هن كمان واثقين فيكي، واكيد نحن مستمرين لحتى نواكب اكيد العمليه التعليميه سواء بهي المدرسه او بباقي مناطق الغوطه الشرقيه. شكرا. مودة حابة تشكر المعلمات. تفضل. أشعلت قلبك للأجيال عرفانا، فكان هديك للألباب عنوانا، ترعى الصغار كما يرعى البنين أب يذوب في نشوة التحنان تحنانا، لله درك من نبع يجود على كل النفوس ولا يجتاز ظمآنا، على عطائك هذا الجيل معتمد فاهنأ فلولاك هذا الشعر ما كان. برافو مودة، شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا مودة. شكرا استاذة نهلة. شكرا.